خليني اقول لك حاجه، احنا فخورين ولنا الحق ان احنا نفتخر في ظل ردود افعال اللي يمكن معز وانا بنلمسها من كل المتابعين، مش هقول في مصر بس، اللي يمكن كان فيهم بعض الناس المشككين احنا هنلحق، احنا هنعمل ده، احنا يعني في الدوري الامور ماشيه كده يعني، وشويه مباراه مؤجله وشويه لا، قدرنا. والمصري اللي هنا في مصر خلاص بقى عنده قناعه بالقدره، والاهم من ده ردود افعال اللي يمكن بنلاحظها من وفود الاجنبيه. عز رصدت ده، ناس اتكلمت معاك في ده، من انت بتقابلهم كل يوم من الاعلاميين الاجانب سواء من الافريقيين منهم او العرب، اللي اكدوا لك اكيد بشكل او باخر عن حسن التنظيم وعن كل اللوجيستيك اللي توفرت لهم عشان ينقلوا شغلهم يعرفوا يوصلوه لدولهم بشكل احترافي زي ما احنا بنقول. 100% انت بتتكلم على ان في البدايه خالص كان بيتكلم معايا صحفيين مثلا من بي بي سي، كانوا بيقولوا لي هنلحق، يعني هتلحقوا فعلا. ونقطه التشكيك كانت وارده عندهم وكانت في ذهنهم ان هو لا وارد متقاش في نفس المسابقه. وبالمناسبه هي كانت منطقيه جدا، لان انت بتتكلم على ان فعلا انت بتتكلم في نسخه عايز تجهز فيها 24 ملعب تدريب وست استادات، حاجه مرعبه، حاجه محتاجه سنين، لكن السنين دي اختصرت لاشهر بسبب المجهود الكبير للدوله، بسبب اراده الدوله 100%. خليني اقول لك بقى، وانا الاول هسيبك تكمل حته رصد ردود الافعال، بسبب اراده الدوله احنا كمان واقفين معاكم هنا في القناه تايم سبورت. اراده الدوله ابتدت وقالت انا هعمل نسخه لاشقائنا الافارقه هتبقى هي الافضل في تاريخ الكان، بداية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مبيلي، حتى وزير الشباب والرياضة، دي الجهة الممثلة الحكومية اللي كانت بتتحدث عن تنظيم لابد أن يبهر العالم، وده اللي حصل وده اللي بد ان احنا نفخر بيه ونبدا عليه فيما هو قادم. استكمل معاك في ردود الافعال. اتمنى فيما هو قادم دي اتمناها جدا كمشجع كوره، اتمناها جدا ان شاء الله باذن الله، لان فعلا الليفل ده من الاستمتاع للمشجع هو بالظبط اللي هيقلل حالات الاحتقان، وهو اللي هيرجعنا تاني ناخد بالنا ان الكوره دي في الاصل هي هدفها الترفيه. الترفيه هو اصبح اقتصاد دلوقتي 100%. فانت بتتكلم في ترفيه واقتصاد، برافو عليك. فانت بتتكلم في ان اهم حاجه كمان احنا عندنا كنز، الجمهور ده كنز. انت متخيل الجمهور ده لما حضر اتفتحت اماكن فان زونز، اتفتحت اماكن تخدم الجمهور. صحيح. طب ما ده فلوس دخلت اقتصاد. حلو. فانت بتتكلم في ان المشجع ده لما حجز تيكت ما ده فلوس. الناس دي الشركات بقت عايزه تروح له هناك عند الملعب عشان بقى عارف انه بيروح يحضر في الملعب، هتزود ريت كمان للانديه اللي عندها جماهيريه اعلى عشان جماهيرها بتروح. شبكه متصله ببعضها هي النجاح في النهايه لصالح الكره المصريه والاقتصاد المصري، ان لم يكن كمان بجانب زي ما انت بتقول اذا كانت هي ترفيهيه وانا عايز اتمتع كمشاهد، لكن في الاساس هي صناعه اصبحت موجوده في العالم كله بيتبعها.